كل واحد فينا عنده الملف الخاص بتاعه الملف الخاص بتاعي ممكن يكون حاجه جوايا انا ما احبش اعلنها للآخرين وتبقى حاجه سريه انا متمسك بيها بغض النظر يا صح ولا غلط بس انا متمسك بيها او ممكن يكون الملف الخاص ده اكتر من ملف وانا بحب اعلنه للناس او ان انا حب اخبيه كمان عن الناس ممكن الملف الخاص ده أنا أكون مسؤول عنه وممكن ما أكونش مسؤول عنه فرطوا الحياة عليا لكن غالبا هذا الملف الخاص بيعيق الحياة عن التقدم في الطريق الصحيح ويكبل النفس بالقيود الحقيقة مرة تاني أحب أقول للمشاهدين أن نتكلم عنه مش قضية طبيعية لكن بتكلم عن مشكلة عائق حاجة بتبقى ثقل عليك بتأثر على حياتك، على صحتك، على مستقبلك، على بيتك، على المجتمع اللي أنت عايش فيه، فالملف الخاص، الملف الخاص هو مشكلة إحنا هنناقشها وأنا بأكد لك إنه أكيد أكيد ربنا هيقدم ليك فيها حل. الملف الخاص اللي إحنا هنناقشه النهارده واحد من المواضيع الشائكة، لكنها مواضيع الأيام الحالية، مواضيع اللغة المتكررة على لسان كل شاب، والحقيقة مش وهو شاب من وهو في الطفل. وتظل شائعه على لسان كل انسان وهو الحريه كلمه انا حر حدود الحريه بتاع الانسان هل هي حريه مطلقه ام حريه لها قواعد موضوع مهم أو موضوع أو. مهم كلنا كلنا اكيد يا دكتور عصام بنصارع فيه صحيح يعني صحيح. السؤال الكبير هل انا حر بمعنى حر ان انا اعمل اي حاجه هل انا المفروض ليا ليا كانسان المجال الكامل والاتساع الكامل في تصرفاتي ما عنديش اي حدود في اللي انا بعمله هدي الحريه هل دي الحريه اللي انا بتكلم فيها يمكن المجتمع دلوقتي ابتدى المجتمع الغربي يمكن اكتر، ابتدى يقول لك ان انت افعل ما تشاء. مزبوط. انت انت حر، أيوة. انت كيان انساني، انت الله في كيانك، انت انت الصادر القرار في كيانك، انت لك حريه التعبير، حريه الراي، حريه الكلمه، فانت حر أه يعني افعل, ما افعل ما يحلو لك طالما لا تعتدي على حرية آخرين أيوة. يعني عايز تعيش حياة فوضوية عيش مدام أنت حر على تنعكس على نفسك أيوة. عايز تعيش حياة مع حد تاني عيش طالما أن الحد ده راضي معاك لا ترتبط بقوانين ولا ترتبط بقواعد طالما لا تعتدي على حرية آخرين هو ده مفهوم الحرية الموجودة في الغرب زي ما حضرتك بتقول أيوة. يعني إحنا النهاردة بنناقش هل ده صح وهل ده غلط ومين اللي يحدد الصح والغلط موجود فين؟ مزبوط وإذا كان ده غلط يبقى حد من الحرية الصحيحة الصحيحة هي إيه؟ مش المصرح بها، آه. مش بنقول الحرية المصرح بها هي إيه؟ لكن الحرية المصرح بها إذا كان اللي بيصرح بها صالح صالح يبقى الحرية الصحيحة المفيدة للإنسان هي. آه. إيه؟ يعني يعني من كلامك يا دكتور عصام الحرية الحرية يعني يعني أي حد فينا ممكن يفهمها بهدوء وبسهولة، يعني أنا أنا لو أنا حريتي كأب جوه البيت أو كزوج أنا هل أنا عندي الحرية المطلقة إن أنا آخد واحدة غير مراتي؟ هل أنا حرية المطلقة إني أنا إن أنا أتلم على خمسة ستة مثلا؟ ولا إن أنا حدودي كزوج إن أنا حريتي مرتبطة بارتباطي بامرأة أو حريتي كأب أنا هنا عندي تمرد على الأب، أن أنا أنا حريتي تقول لي أنا مش عايز أبويا ده أشوف لأب غيره وأشوف لأم غيرها، هل الحرية المطلقة تصل إلى هذا؟ فأعتقد أن الحرية لها لها حدودها في حياتنا. يعني حضرتك حاليًا بتشير إلى واحد من العوامل المؤثرة على الحرية الملموسة. آه. لو أنا قلت أن أنا حر حرية مطلقة، أعمل اللي أنا عايزه، م. خلاص؟ وأنا متجوز. آه. بس هعمل اللي أنا عايزه مع مراتي أو لا، الجواز له قواعد. إذن هناك أشياء تسمى قواعد الارتباطات أو قواعد العلاقات الإنسانية تنظم الحرية مظبوط هذه القواعد أيه. بتخليني أنا حر في حدود هذه القواعد أنا آه. هضيف لده عامل تاني مم. من العوامل هو عامل إيه؟ عامل آه، أنت أشرت إلى الأب والابن مم. لا أنا أشير إلى تطور الحرية في حياة الإنسان من الطفولة آه. يعني الطفل له آه. مساحة معينة من الحرية مش كده؟ لكن في حاجات نقول له لا ما تعملهاش ممنوعة يعني بالظبط ليه؟ مش مفيده او مؤذيه مظبوط فاذا انا مش بمنع حريته لكن هو بياخد حريه في حدود ادراكه لما بيكبر شويه بيقولوا سن المراهقه مهم جدا قصه الاستقلاليه أيوة يأخذ بالزبط. مزيد من الحريه في الاختيار فبياخذ مزيد من الحريه في الاختيار يبقى اذا الحريه ماشيه مع النضوج كلما نضج كل ما اخذ مساحة, معينة, مساحة معينة, معينه من الحريه م. تتناسب مع امكانياته ومع علاقته ومع انها هي دي المفيده ليه فما اقدرش اقول للمراهق انت كبرت انت حر اعمل اللي انت عايزه وروح من انت عايز تروح مدرسه روح مش عايز تروح مش متروح. عايز تروح عايز ما تروحش عايز تتجوز النهارده اتجوز عايز تستنى 10 سنين آه. استنى بالك <applause> عايز آه. تسكن في الشارع ينفع واسمه مراهق ما ينفعش فاذا احنا مش بنقيد حريته لكن احنا بنديله مزيد من المساحه من الحريه تتناسب مع حجم نضوجه بحيث ان لو استخدمها هتبقى مفيده ليه لو خد اكتر منها هتبقى مؤذيه ليه بالظبط يبقى اذا شوف حضرتك العلاقات نفسها بتحدد العلاقات العائليه الـ 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 المرحله العمريه والنضوج بيحدد, بيحدد مساحه الحريه مظبوط في يعني. قواعد مهنيه في أوه. الشغل <تصفيق> <تصفيق> يعني انا مثلا انا في شغلي غفير وعندي أوه. مدير أوه. مش كده ما. ما ينفعش اروح اقول له انا لازم اخد مرتب زيك مش بالزبط. معنى انت تاخد اكتر مني او تديني مك وانا عايز مكتب زي بتاعك او تديني مكتب زي بتاعك أقعد بيه على الباب <applause> <أوه. تصفيق> ما في مساحه الموقع. انا عايز كده مش أوه. مش قصه انا عايز أوه. هي قصه ان هناك قواعد للحياه تنظم الحياه بين البشر وقواعد تنظم الحياه في البيت آه. وقواعد تنظم مساحه الحريه المتناسبه مع النضوج مع, مع المرحله السنيه العمريه وحتى آه. بعد ما يكبر خالص اه حر لكن حر كانسان آه. في حدود حريته يعني مثلا انا في شارع او في عماره او في برج ساكن م. انا حر ان انا اشغل اي حاجه عاليه الليل كله ينفع؟ ما يعني انا انا باثر بحريتي اللي انا متوقع ان حريه باذي من حولي بالظبط كده في من حولي واحد مريض بس انا حر انا عايز اعلي صوت آه. انا حر اعمل آه. كده آه. لا ليه؟ في قواعد بتنظم علاقتي مع مع آه. الجيران، القواعد آه. المنظمه والنضوج والقواعد الارتباطات الانسانيه كلها عوامل تحدد وتحتم أن هذه الحرية لابد أن تكون لا حرية على لقواعد لها حدود حرية نسبية لها حدود يمكن للقواعد. يمكن باللاحظ يمكن في بلادنا بتبقى نايم الساعة مثلا ثلاثة وتفاجأ واحد ماشي في الشارع بتاع ربابيكيا ومن حقه بقى يقعد يزعج الناس في البلاد الغربيه شيء جميل جدا جدا لو انت مشغل جهاز التلفزيون بصوت عالي لدرجه انه يخرج خارج دائره الشقه بتاعتك او البيت بتاعك من حق جارك يطلب البوليس يجي يخبط على بابك يقول لك وقت الصوت ف ده اللي احنا بنقول عنه يمكن الناس عندهم فكر ان المجتمع الغربي عنده حريه كامله لا انا ما عنديش حريه كامله مطلقه انا عندي حريه ترتبط بمن حولي عنده حريه كمان ترتبط بالموقع اللي انا فيه وبالسن اللي انا فيه وبالمجتمع اللي انا عايش فيه فاعتقد الحريه لازم يكون ليها حدودها ما فيش حاجه اسمها حريه مطلقه يمكن جات لنا مكالمه تليفونيه خلينا نسمعها دكتور عصام انا بنت في الكليه مشكلتي اني واضحه جدا ما بحبش اللف والدوران وبحب كل حاجه بمفهومها الحقيقي لما نقول حريه يبقى الكلمه بكل ما فيها من معنى حريه يعني حريه والمعنى الواضح للكلمه هو اني اكون حره في كل حاجه حره في طريقه تفكيري حره في لبسي وكلامي لو ربنا فعلا خلق الانسان حر يبقى لازم الانسان يتمتع بالحريه تماما لكن ما تقوليش ان ربنا اداكي الحرية بس بيوصيكي تعملي كذا وما تعمليش كذا كده ما بقتش حرية مطلقة كده بقت حرية محدودة في نطاق تنفيذ وصايا الله وأحكامه ودي في نظري مش حرية لو بنقول ربنا خلقنا أحرار يبقى نسيب الناس أحرار لكن لو هنقول وصايا وأحكام يبقى بلاش نضحك على الناس ونقول لهم موضوع الحرية ده أتمنى كلامي يتفهم صح وشكرا انكم اديتوني فرصه اني اتكلم بحريه الحريه التي ترتبط بمبادئ الله مش حريه لكن انا حر البس اللي انا عايزه صح بس انا ما كان نفسي اسالها سؤال هل انا مش عايز البس اي حاجه في الشارع انا حر اعمل كده هل انا عايز البس لبس المجتمع الغربي في مجتمعنا الشرقي هل انا ينفع اعمل كده اه ممكن ينفع بس في مناطق متمدينة لكن ما ينفعش ما ينفعش في انا بشوف مجتمع غربي موجود في بعض المناطق في القاهره صدقني آه بس اه يعني صحيح. عايز تقول لو انا مثلا رحت صعيد مصر البس انا مثلا اللي بيتلبس على البحر مثلا. يبقى اذا في هناك اشياء انا براعيها آه والاشياء دي هي قواعد اجتماعيه وضعت لسلامه المجتمع آه صح ووضعوها بشر آه اليس ان كان البشر لهم الحريه ان يضعوا قواعد للارض لتنظيم العلاقات اليس ان الخالق من حقه ان يضع قواعد لسلوك الانسان وده يمكن يقودنا الى الحريه التي اعطاها الله للانسان مزبوط. شكلها ايه وحدودها آه. ايه وليه ما آه. كانش ينفع غير كده يعني هل الله آه. اعطى الانسان حريه وهل هي حريه مطلقه وليه أه. اعتقد لو جاوبنا على السؤال ده هنساعد يأه اخواتنا يأه الشباب بنسبه كبيره لان المنادات بالحريه الايام دي أه هي عباره عن بيئه فوضويه شراره شراره الايام الحاليه يأه. انا حر الخناقه بين الاب والابن في البيت انا حر الخناقه بين الموظفين والمديرين احنا حرين مش عايزينك تمشي أه. <applause> يعني أه. كل بالصحة. واحد عايز يفعل ما أه. يحسن, يحسن في عيني. عيني هل هذه الحريه ولا دي فوضى آه. وهل هي مؤذية حتى لو فوضى طب آه. لو فوضى مفيدة ماشي yeah. لكن هل هي فوضى مؤذية يعني ده اللي yeah. احنا عايزينه الحياه نفسها. دكتور عصام يمكن اشرت ودست على على دم مهم قوي قوي انه انه احنا زمان كان مش هقول زمان قوي لاني احنا لسه صغيرين برضو <تصفيق> <تصفيق> آه شباب شباب آه انا بتكلم زمان كان عندنا <applause> زمان من 40 سنه 50 سنه كان, عن... <applause> <applause> كان عندنا تفهم للحريه بصوره مختلفه <applause> كان عندنا تفهم للحريه ان انا عندي حدود في علاقتي مع ابويا، حدود صحيح. في علاقتي مع اصدقائي، حدود في علاقتي جوه المدرسه، كان عنده حريه ان انا ما بقاش فوضوي جوه المدرسه وان انا اتعامل مع المدرس بطريقه قبيحه. كنا نشوف المدرس كان الحريه بتاعتنا عندها حدود استخبى منه لان انا مكسوف منه. فالحريه اتطورت كمان مع التطور التكنولوجي والعلمي واتساع مدى الادراك لانه المعرفه المعرفه ازدادت قوي 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 دلوقتي وسط العالم المعرفه ادت الشباب فكر وادت مش كل الشباب يعني شباب الموجود حاليا شباب غالي على قلبي قوي لانه ربنا وسع ادراكهم فدول ممكن يكونوا طاقه غير عاديه ويكونوا بركه غير عاديه لارضنا ولمجتمعنا بس السؤال اللي انت سالته دكتور عصام خلاني اقف قدام نقطه قبل ما نشوف يعني الله لما يدي حريه لواحد يبقى ملك زي نبوخذ نصر أيوة. ما الله اداله مساحه يبقى ملك يبقى أه حر حسبوك. فهذه الحريه اذى بها الاخرين أيوة. صحيح. يعني الاباطره الرومان ما الله اداله يبقى إمبراطور يبقى 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 رجل له السياده وله الكلمه أه. فاستخدم الحريه لتدمير الاخرين صحيح. وحرق الاخرين وتعذيب الاخرين هل دي هي الحريه المطلقه اللي انا بنادي بيها هل دي اللي اللي اتكلمت عنها الاخت في المكالمه هل هي عايزه الحريه المطلقه اللي انا بديها لواحد يبتدي ياذي من حوله هل هو ده الله اللي عايزه من الانسان يعني هل الحريه المطلقه هي انه يفعل ما يشاء بس زي ما قلت حضرتك خلينا نرجع لله الله عمله يعني ساعه ما الله عمل الانسان خلق الانسان آه. وعمل له حواء وحطه في الجنه وفي أج... في اسعد الاجواء اعطاه أيوه. له حريه ولا لا اداله حريه اعطاه حريه بس اعطاه له حريه كانسان يعني آه. ما اعطاهوش حريه كخالق آه. لان الوحيد صاحب الحريه المطلقه هو الخالق مستحيل يكون المخلوق له حريه نظير الخالق بالظبط مستحيل لانه ده طبيعه يعني زي ما كنا مستحيل يكون الابن له حريه نظير الاب مستحيل يكون الموظف له حريه نظير المدير يعني كل واحد له حريه في في نطاق من هو مش كده؟ في نطاق امكانياته برضه الله عندما عمل الانسان في حكمته اعطاه له حريه انا يعني انت 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 سيد على كل الخليقه مظبوط ومن جميع شجر الجنه تاكل آه. وهنا معطيك مطلق الحريه ومش هقول لك ما تاكلش لكن في شجره هنا الشجره دي مؤذيه شجره الوسط الجنه من حقي اقول لك ما تاكلش منها مش همنعك آه. لاني اعطيك حريه انا نفسي انك انت تبقى حر انت اللي تختار يمكن آه. ده يرجعنا شويه لتركيبه الانسان العوامل التي تستخدم الحريه في الانسان م. رجع لتركيبه الانسان ونجيلها بعد شويه فانت اختار بس انت اللي تختار تاكل ولا ما تاكلش آه. بس لو اكلت منها في حكم انا بنظم الخليقه بتاعتي لو اكلت منها انت كمخلوق تعديت كلام الخالق وطالما انت تعديت كلام الخالق فيوم في تاكل منها موتا انا حطيت قواعد للحياه آه. القواعد الحياه اللي بحطها انا دي لك مطلق الحريه كمخلوق ومش امنعك من ولا حاجه فديتك انت تختار كما. الحياه عايز. تختار الموت والفرق وعمليه بسيطه جدا دي شجره وفي منها ميت واحده تاني يعني مش بحطك امام حاجه اعجازيه بقولك لك ما تاكلش خالص وموت من الجوع او الصنف ده ما تاكلش منه الصنف ده فيه منه كتير قبل ما يقول له ما تاكلش من دي لكن قال له كل من جميع شجر الجنه يعني انت ليه حريه عندك مساحه كبيره قوي قوي من الحريه حريه خاليه من الحرمان ايوه وخاليه أيوه من استخدام الاراده في الحصول على شيء لا يمكن الحصول عليه لانه بيحصل على نفس الشيء من حاجات تانية بالظبط بالظبط. لكن هي عباره عن وصيه ليه؟ آه. لانها تلزم علاقه المخلوق بالخالق زي ما الوصايا بتلزم علاقه الابن بابيه في مراحل التطور المختلفه. آه و... والا ما يبقاش في مخلوق وخالق. يا في تعرف دي. يا دكتور عصام آه النقطه دي برضو آه بتثير عقول آه كتير من البشر. صحيح. لو الله عايز يدي هذه المساحه من الحريه لادم ولحواء. طب ليه اوجد هذه الشجره؟ يعني يعني ليه يعني وكان الله بيدي شيء تعجيزي للانسان وبيقول له قد أدأ قدامك كل حاجه طب دي ليه جت هنا يعني يا رب لو انت عايز تخلينا يعني عندنا هذه المساحه من الحريه طب ليه جبت الشجره دي اصلا لكن اعتقد الكلام اللي انت قلته كلام مهم لانه العلاقه العلاقات في تنظيمها اذا كنا احنا بننظمها ارضيا يعني انا انا كابن ابويا بيقول لي هذا لا يليق مزبوط. بلاش تشرب سجاير لانها تأذي صحتك، بلاش تمشي مع اشرار لان المعشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيده، قدامك مساحه من الشباب المهذب الكويس امشي معاهم، فالعلاقه اللي بتربطني كابن بالاب هو حطلي اداني مساحه من الحريه بس هو حذرني من شيء مؤذي من شيء, موزي شيء موزي. وليس حرمان فاذا كنت انا بقبلها في المنطلق الانساني انا برفضها في منطلق الخالق يعني الله اعطى نظاما رائعا واعطى واعطى مساحه عظيمه من الحريه للانسان بس قال له خلي بالك انا عايزك تميز انا عايزك تدرك ان دي هتاذيك هتقرفك هتضيع مستقبلك هتضيع ابديتك ممكن فاذا كنت قبلتها من البشر قبلتها من ابويا قبلتها من رئيسي في العمل قبلتها من استاذي في المدرسه قبلتها من ناظر المدرسه قبلتها من رئيس الجمهوريه قبلتها من الحكومة ان انا عندي حدود معينة انا اعمل ده بس ده اقف قدامه ومعملوش لو عملت خطا لماذا لا اقبلها من الخارج؟ يعني, يعني اذا هي حرية فيها عدم تكبيل للاراده وعدم حرمان وهي دي المهم اللي احنا نفهمها بالظبط يعني هو لم يكبل الاراده فيقول لي ما تاكلش عن ما تاكلش ما حصلش اه وبالتالي اعطاني الحريه أي. لانه عايز عايزني استعمل الحريه في الرائع مش في مش في التمرد بالظبط الحاجه الثانيه لم يحرمني من شيء لانه قبل ان يقول لا تاكل جال كل من جميع شجر, الجنة. كل من جميع شجر الجنه وده مهم جدا نبقى عارفينه مساحه الحريه التي اعطيت للانسان ليس لتاليه الانسان لان الله لم يخلق الهه اخرى لكن الله خلق إنسان يدور في فلكه وأعطاه مساحة كاملة من الحرية ليس فيها قيد على الحرية وليس فيها حرمان لكن فيها حرية الاختيار بس الاختيار بس العاقل لان زي ما قلت لحضرتك لما نرجع لتركيبه الانسان الانسان عباره عن الحاجات اللي بتختار فيه ايه قلب مليان بالرغبات واراده تختار وفكر يفكر يختار ولا لا هم ما خلقوش اراده بس لكن خلقوا بفكر هو قطب فكره عشان يميز في موت وفي شجر كتير وفي شجره اه فخلق له فكر يميز القلب والاراده والفكر واللي كانوا موجودين في تركيبه الانسان والنفس التي كانت تتذوق الحلاوه بتاع الحاجات اللي الله خلقها عشان الانسان يستمتع بيها كل الحاجات دي المفروض تدخل في الاختيار بالظبط كل الاشياء دي تدخل في الاختيار يعني الحريه يربطها ان تفكير يعني مزلوط. انا انا عارف ان ان تفكيري بيقف يحطني هنا في حدود بزبط. لان انا تفكيري وعقلي واللي انا مش عارفه هو عارفه يعني و... هو عارف الخطوره فين زي ما ابويا كان عارف وبيقول لي دي غلط يا yeah. الله الذي اعطاني المساحه الكامله من الحريه هو اللي عارف ايه اللي ممكن يبقى مؤذي بالنسبه لي عارف ان الخطيه مدمره بالظبط وعارف ان التمرد ودي مشكله الخطيه yeah. الرئيسيه yeah. مدمر yeah. فبيقول لي حاجه بسيطه ما تتمردش على دي اه oh. يعني دي حاجة في حاجه اسمها انك تطيع خلينا ناخد ناخذ امثله كتابيه خلينا نتكلم مثلا في حدث الابن الضال يعني الابن ضل في لقاء 15 الولد عنده مساحه من الحريه مظبوط الاب الاب لما الولد راح يطلب من ابوه هو كان بيطلب من ابوه حسب هذه المساحه من الحريه وقال له اعطني رغم انه هو اعتدى على الحريه اعتدى على على حق الاب انه حي اعتدى ان ياخد حاجه ليست من حقه مرات مرات بنتعامل مع الله بنفس المسلوب ان يعني انا عايز حاجه والله بيسمح لي ان انا امشي فيها فالاب الاب بجماله بروعته قبل وقال له خد الحرية قادت الابن إلى أنه, انه يعيش بقى مطلق الحرية ما له بعيش يعني. فخرج من دائرة بيت خضوعه للآب الاب اللي هو بيحبه، الاب اللي هو خايف عليه، الاب اللي هو يعني بي... بي... اساء استخدام الحريه المطلقه عندما اعطيت اليه بالظبط زي نبوخذ نصر اللي اشرت اليه، yeah. اساء يعني حيثما اعطيت حريه مطلقه او حيثما ظن الانسان انه oh. عنده حريه مطلقه يفعل ما يشاء oh. بيسيء استخدام الحريه وبيأذي نفسه بالزبط. وبيأذي الاخرين يا ولو رجعنا يمكن يا دكتور عصام هيساعد قوي 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 اخواتنا اللي عندهم حيره وعلى فكره انا واحد من الناس دول يعني انا كنت في وقت من الاوقات انا كان عندي حيره ليه الله حاطط لي حدود معينه هل لان الله ما بيحبنيش هل الله بيحبني هل اداني الحدود دي علشان هو عايز يتحكم فيا ويتحكم في حياتي اذا كان هو اله محب ليه ما ادانيش المساحه لكن قعدت افكر فيها من الذي سعى لاجل الحريه المطلقه هو الشيطان يعني الشيطان هو الذي سعى لأجل الحرية المطلقة وهو كان عايز يبقى مثل علي وعايز يبقى عالي أوي 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 حتى فوق ربنا أو يساوي ربنا وبالتالي ابتدى يزرع هذه البصمة القاتلة في الإنسان يعني أجلد. هو أول صحيح. ما راح لآدم وحواء أول ما اتكلم مع حواء هو كل الفكرة اللي عايز يوصل ليها إنه يدي الإنسان مساحة من الحرية تتسع تتسع إلى أن تدمر الإنسان زي ما هو يعني هو سقط الانسان لازم يسقط يعني هو نفسه كان عايز ايه اصعد الى جبل الله احط كرسيه فوق جبل <applause> فوق الله واصير مثل <applause> العالي <applause> مش كده بالظبط ونفس البذره بتاعته انه عايز يبقى اله هو حر كيفية مطلقة هي اللي زرعها في حواء زمان تصيراني مثل الله مثل الله لا هو الله ما خلقش آلهة آه. في خالق او في هي يعني مش موضوعنا ان في خالق. لكن يا. هذا الخالق عندما خلق واقول ان الله خلق الله خلق اعطى أه. حريه اعطى حريه مطلقه للانسان لم يمنعه عن شيء لكنها حريه اعطيت من الخالق للمخلوق الذي يعلم فائده الانسان وجه عند حاجات معينه دي ما قالوش من لا ما تاكلش منها قالوا يوم تاكل منها يعني من حقك تاكل آه ولا لو أنت عايز يوم تاكل, لو أنت عايز يوم تأكل عايز منها موتا تموت الحقيقه هو في موضوع تاني المفروض ما, ما نخلصش الحلقه غير لما نتعرض له ماذا فعلت الخطيه في اراده الانسان؟ لانه الفكره لما نتكلم عن الحرية آه بنتكلم عن اراده آه اعمل اللي انا عايزه آه واحنا قلنا من شويه ان الانسان مش اراده بس لكن انسان اراده وراها رغبات آه الرغبات دي العقل بيميز ما بين ها. الرغبات الكويسة والرغبات الوحشة والمفروض العقل يدفع الإرادة في طريق الرغبات الكويسة مش كده برضو؟ مظبوط وإلا يبقى الإنسان لو أنا بطالب بحرية مطلقة حرية وبس يبقى أنا عايز أشغل الإرادة بس بالضبط مش عايز أشغل بالزبط. العقل بلكن آه. العقل وكده يبقى أنا ما بجيتش إنسان لأن العقل هو الذي يميزني عن, عن بقيه المخلوقات. المخلوقات مش كده ولان انا بالله. ولان انا قبلت ان انا اعمل كده يمكن هي دي النقطه اللي انت عايز تفسرها دكتور عصام ونقف دمه شويه انه انه انا انا بسبب الحريه ايه اللي حصل الحريه المطلقه اللي بنادي بيها انا بديت افعل خطيه فالخطيه وديتني على فين يعني انه انه من يفعل خطيه فهو عاقل خطية، والخطيه هي التعدي فاللي حصل بقى ان انا يمكن بنشوفها كتير قوي في الـ الـ الايام الحاليه أكتر شويه من اللي فات مم. بينما الانسان هو قلب الانسان قلب الانسان يعني قلب الانسان مليان بالخداع وبالنجاسه صحيح. زي ما قال الكتاب صحيح. لكن خلينا اقف قدام اللي احنا بنشوفه واتمنى يكون في وعي شبابي يكون في وعي لاولادنا انه انا انا خدت مساحه عايز ابقى حر فالحريه قادتني الى ايه؟ ان انا ادخن وبعد ما بديت ادخن بديت اخذ حشيش وبعد بعد ما اخد حشيش بديت اضرب بانجو، وبعد بدي اضرب بانجو بديت أخذ افيون، وبعدين دخلت على هروين وعلى <applause> الشام وعلى <تصفيق> <تصفيق> على الابر وبالتالي صرت عبد، هل دي الحريه اللي انا بنادي بيها؟ هل الحريه حولتني الى واحد محطوط في بقه سلسله وبيتجر وبتجره هذه القيود لان انا خلاص بيتعبد الخطيه، هل دي الحريه اللي بينادوا بيها؟ شوف الحريه في تاريخ الانسان غريبه قوي، يعني الحريه المطلقه لقايين اه انا حر انا الاول ماشي اه بس اللي انت عملته مش هو الله قال عليه، هو قال على ذبيحه انت جبت، لا انا حر، طب اخوك؟ لا هو يبص لاخويا ليه؟ قام على اخيه وقتل يعني ده بيتكلم على اخ مع اخوه، وحضرتك اشرت لنبوخذ نصر ملك مع مع رعيته، آه. واشرت للابن الضال اب مع ابنه او ابن آه. مع ابوه، يعني اخ مع اخوه آه. وابن مع ابوه وملك مع رعيته، مع كلهم عندما اخذوا مساحه بالحريه واستخدموها بحسب كائنهم الانساني وظنوا انها حريه مطلقه عايز اموت اخويا أموت عايز أخذ الميراث من ابويا امشي عايز اقتل الناس اقتل اساءوا استخدامها بشكل فظيع ليه لان الخطيه عندما دخلت كبلت اراده الانسان ودي بالزبط. مهمه قوي بالظبط لما نتكلم عن انسان مش مجرد اراده لكن اراده وعقل ليه آه. الخطيه لما دخلت الانسان انا مش ادم زي ما كان آه. لا لكن الخطيه خلتني بعوز الغلط بعوز آه. الوحش آه. يعني الخطيه خلتني من البطن سميته <applause> عاصيا انا بتمرد على آه. آه. ليه تمرد؟ انا بعتبره إن حريه، لا لا مش حريه دي حريه، قال الطفل لما يتمرد على ابوه يقول لابوه لا آه. دي حريه ولا تمرد؟ بالظبط تمرد تمرد وعصيان مش كده برضه وبالتالي ولما الانسان يقول لله لا مش عايز كلامك الله ما بيجبروش مع هذا، آه. آه. خلاص من انت ما ده اللي عمله الاب ده الاب, العمل الأب, الأب, مع الأب الابن عايز خد حبيبي بس انا عارف انك هتاذي روحك مظبوط ولما رجع لما رجع ودي هتقودنا عشان بقينا دقيقتين في البرنامج هل يوجد هناك حريه؟ هل حريه أوه. حقيقيه يعني حسب كلامك حاجه حاجة, حاجه رائعه يعني ده الله بقى ايه في حاجه في الكتاب جميله اسمها حريه الطبيعه الجديده أي. الطبيعه الجديده اللي فيها حره بس أوه. حره تختار ايه أوه. يعني الرغائب لما عندما تغيرت أي. اصبحت الطبيعه الجديده لا تختار إلا ما يختاره الله. يعني ليه كل المجد وده وده اللي قاله لينا الكتاب ده التدليل الله يعمله يعني مين بقى الناس اللي الله يدخل حياتهم المسيح يدخل حياتهم آه. ويديهم طبيعه جديده هي دي فكره الطبيعه آه. الجديده يعني انا واخد من ابويا وامي الطبيعه بتاعتهم واخد مره. من ادم العصيان بتاعه يا. من البطن سميته عصيان لما اخد طبيعه جديده ليه كل أبص المجد ابص الاقي نفسي مش بقول اه ده انا منتهى الحريه بس انا مش أختار آه. الا اللي الله يختاره الطبيعه بتاعتي اصبحت آه. لا تختار الا ما يختاره الله بكيفيه مطلقه. وده وده اللي قاله الكتاب لينا واللي بشجع بيه كل واحد بيسمعنا النهارده يا دكتور عصام انه انه الرب يسوع قال وتعرفون الحق والحق, والحق يحرركم لو أنا عايز حرية أرجع لكلمة الله، صح. لو أنا عايز حرية أطيع الوصايا الإلهية، لو أنا عايز حرية أعرف إن الله بيبحث عن الخير لحياتي، لو أنا عايز حرية أصدق إن أنا كنت مكبل بالخطايا، مكبل بالديون، مكبل بعبودية الخطية، بمجرد ما باجي للرب يسوع المخلص وبقول له أنا عايز الحرية، أنا عايز بجد أتمتع بالحرية، وتعرفون الحق الحق فنحرركم, فنحرركم الابن, الابن. فبالحقيقه سيحررني يعني الخطيه بتكبلني و... وتخليني أعوز اتمرد على الله يعني آه. يعني زي ما شفنا في المكان عايز اعمل اي حاجة ما دام ما تعتديش على حرية آه. الاخرين فانا بحترم الاخرين لكن انا مش عايز احترم ما تقوليش بقى الحرية داخل نطاق وصايا الله آه. تبقى دي عبودية لا آه. ده انا الحقيقة الحرية انا عايز اتمرد على اللي انا مش عايزه عشان اعمل الحاجات اللي انا مش قادر اتملص منها بالظبط مش قادر اتملص من الفوضى آه. وان انا اسيء لنفسي والاخرين آه. فعايز اخد بهذه المساحه مما آه. تسمى الحرية, الحريه المطلقه ولكن وبالتالي بتمرض آه. على الله عشان اعيش لكن انا اعتقد الله بيقدم لي النهارده اعظم علاج واروع علاج جرب انا انا كنت انا في الجامعه آه. كانت الحريه بتاعتي ان انا اتري على الاساتذه ان انا اقول نكت ان انا ارضي الناس اللي لكن اليوم اللي تقابلت مع المسيح كمخلص اليوم اللي ذقت طعم الحريه اليوم اللي عرفت ان انا لازم اكون انسان مهذب مش بس الايمان ادب لكن الايمان بيغير الطبيعه هذه الطبيعه القديمه الطبيعه التعيسه اللي هي مقيده بقيود الخطيه اللي هي كذبه اسمها الحريه المطلقه لكنها مش حريه هي فوضويه هي عبوديه عشان كده الرب غير حياتي والرب اداني ان انا اعيش انسان وده يخليني يعني بقول لكل المشاهدين هناك حريه نعم هناك حريه رائعه رائعه وهي الحريه الوحيده اللي قال عنها الكتاب ان حرركم الابن <applause> أنا أصلاً مكبل ولما بنادي بحرية بنادي لأني مكبل عايز أعمل شرور معينة فبنادي بالحرية. آه. هناك حرية كاملة في المسيح. آه. فبدعيك عزيزي المشاهد قبل ما نسيبك لو أنت شايف أن الخطية قيدتك وشايف أن القيد ده الحرية فأنت عبد وأنت مقيد. الرب النهارده يقدر يديك الحرية. تعالى للمسيح قول يا رب غير حياتي. يا رب أنا عايز أعيش حياة فيها فرحة فيها سلام فيها طمأنينة فيها ابتهاج داخلي فيها رضا ولو انت خدتها من المسيح هو الوحيد المعطي ليها لانه مات لاجلك على الصليب ودفع ثمن الخطية اللي هي مقيداك فانا بديك النهارده اتمتع بالحرية